رمضان بعض الاشخاص تيولي عندهم سلوكات عنيفه، تيتقلقوا بزاف، تتكون عندهم عصبيه ونرفزه، تيتخاصموا. خاصهم يعرفوا بان الصيام ماشي هو السبب في هذا السلوك. هذا الشيء كيقدر يكون راجع لبعض المنبهات اللي ان الشخص تعود ياخذها، بحال القهوه بحال الشاي، وما تيكونش نقص من الكميه ديالها تدريجيا قبل شهر الصيام. تقدر يكون أيضا مدمن على التدخين أو مدمن على مواد مخدرة، وهذا الحرمان بالنهار تقدر يتولد عنده سلوكات عنيفة. في بعض الحالات ما تيكونش إدمان على حتى شي مادة، ولكن تيكون غير اضطراب في النوم. الناس اللي تنعسوا ساعات قليلة بزاف فكيقدر يكون عندهم هاد السلوكات العنيفة، ويقدر يكون عندهم أيضا ضعف في التركيز اللي كيقدر يأثر عليهم في العمل ديالهم. وإلا كانوا عندهم عمل اللي يتطلب تركيز بزاف فيقدر يتسبب لهم في حوادث أو غير ذلك.